عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا مبسوطين. ورجعنا لكم من مقطع جديد عن ماينكرافت أو ماينكرافت مان. واليوم يا شباب بنشرب معكم التحديث الجديد لها. بسم الله خليكم مع المقطع. والحين يا شباب بنستعرض معكم ماينكرافت مان. بسم الله. أوكي شو رح هنا؟ بصير وش هذا؟ لا بصير عالم. بصير ضبط كرياتيف. أيوه. شوف بورس شبه شوية. نحط السيد 9 9 9 3 من 1 2 3 1 2 3 بعد نحط التالي بعد نحول الكريتف ونخليه بيصل ونخش. شباب اسمعوا ال هي والله تشبهها 100%. اوكي نحطه ونخش. طيب يا اسمعوا مو نحطه يعني نفس السيد حقي، انا حط اي شيء بس انا عشان يعني اوريكم يعني ايش رايكم افضل. اوكي الحين اطلع فوق بطيء ارفع شوي. اوكي شو دقيقة هذا وش هذا المكان؟ اوكي دقيقة في مكان هنا شيء. اوكي ما في ديمو نفسه بالضبط. دقيقة وشو البلوكة؟ طيب شوف نفس البلوكة نفس الأشكال نفس كل شيء. طيب شوف ذا إيش شو ذا؟ شوف نفسه بالضبط والله ما في فرق يعني حرفيا. بس اللهم فيه بناية غريبة. أول شيء ذي البناية وشو هذا؟ برج. ده برج عادي. ديم والله. لا دقيقة اصبر وش ذا؟ دقيقة وش ذا؟ اصبر ايه والله نسوي دايم والله. شو هذا السرير؟ امشى اشوف والله وانام. طيب وانام ما في انام خلاص. كان في مويه في مدري ايش هذا هل حاطين والله. اوكي خلنا نطلع الحين. هذا شباب وش اسمها هذه حقتهم؟ حقت الايام زمان؟ وانا نسيت اسمها، بس المهم هذي اكبر حق المروحة ما ادري ايش اسمه. ايش بقي المكان؟ طبعا شباب ما شاء الله التحكم مرة سهل يعني ما شاء الله. شوف شنو في حاله. شوف بشكل ما في باب. دي بكسر من وين مدخل؟ مدخل في الارض حلو. طب بطلع فوق دول التحكم بطلع من هنا بس صار يا شباب بس حبة عودة على التحكم. كنمشي هنا اخر شيء وش ذا صندوق. اوكي اخر في تشست ما شاء الله تشست ما شاء الله في هذا الشيء ما شاء الله يعني. خل اطلع شباب الحين بنشوف القرية اللي انا صورته لكم. دقيقة شباب والله هذا افضل من العادية بكثير. قد كم فيها نفس الشيء في مويه شرب ما ادري ايش برضه بس خلاص كذا. طيب بس والله حلو ذي. هذا خروف. وش الخروف اللي وجهه اسود؟ والله شباب يعني حيوان جميل. من فندق ايوه هنا. شوف شباب كيف شكل هنا. شوف كيف كذا شكلها نفس الاصلي بالضبط. بس في شيء كان هذا اشوفه كان كذا اتوقع ما اعتقد يعني. بس المهم نمشي الباب ادخل اوكي يعني طلع هو الحين طلع هو انت حظك في اللوت. لا بس شكله كويس
نفسه اللعبة نفسها ده الشيء نفسه الفرن نفسه وش ده اصلا بخاري اي شيء ما منك فايدة تعطر لا بضل معك شيء اصبر وش بس عنده وفعنده سيف تاكله واشتري منك انا اضلع شو اوكي وش ده اضير نقولهم ها هذا رجلالي ذا المهم دحين خلنا نشوف هنا طبعا شباب في غير سرة في احمر في فلوس الوان ثانية جيدي ابا اجرب الرصاصي هذا وذا بجرب بحطها في هذا تعال مو حلو هذا في الاسود حتى ذا وشوف طبعا من اللعبة شوي مقلتشة ما هذا في السريع والله رهيب السريع تبدين الحين بشوف البلكات معاكم وكذا الباكيتات اشكالها غريبة جدا زي السطل انا بجيب ال اوكي هذا نفس الشيء الاي فندر وش هذا ذا بليز راد حلو وش ذا نمتك اهم شيء عندي نجيب اول شيء هذا ترايد هذا توتم ايوه ليترا هذه اللي اهم شيء عندي هذا اخر شيء بس دقيقه هل اقدر ارتبها شو جد كذا شكله يصير اما الدايموند والنذر رايت نفس الشكل اما الايرون والاشياء الباقي مو نفس الشيء انا شباب صدق والله الحين بنبني ولا ايش ولا بوات النذر بلد اوكي هذا لقيناها وراح عند السيوف وفلتنت ستيل هذه هي شكلها غريب بس نفس الشكل تقريبا يلا نشوف طيب سيدي انا الحين ابني هنا هنا خلنا نبني واحد اثنين ثلاث واحد اثنين ثلاث واحد اثنين ثلاث دقيقة نشوف الحين نشوف النبي الحين الاثنين الثالثة كذا نسوي اطلع ونطلع لا نكسب اظن ابى اطلع كيف ندخل نذر لله نفس المكان ها نفس الرقعة بالضبط شوف نسخة حرفيا نسخة ماينكرافت شوفوا نفس الشيء الحين نطلع طيب اطلع بنزل كيف انزل يلا اوكي غير ده موجود على اثنين نلمس الوحدة في اثنين شو جابوا ايه حق قتل تاكلها وتنقلك في مكان ثاني سهلا دوم والله شكلها فخم بها والله طب دقيقة يا اخوي اصبر يا صديق ممكن تحت ولا دقيقة بستنى تحت شبرين اخر شيء اللي وشو
نبغى نشوف بيضة التنين. ايوه هذا التنين غير بيضة مجنون. المشكلة انا اصلا لاقي هنا بنزل اي طبعا شباب وصلنا لهذا الفيديو، والمهم لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة.